السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم في شو مسوي معكم احمد او شونج اكس بونج. مقطع جديد. قبل لا اخليكم على المقطع ابي اشرح لكم المقطع اللي شفتوه قبل المقطع اللي بتشوفونه، فاهم معي صح؟ الهيئة العامة للترفيه وهيئة الرياضة سووا فعالية لاول مرة تقام في المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة جدة. الفعالية هذه اول ايفنت بتقام بجدة، فين؟ بارض النهضة. جدة ارض النهضة مقابل الريد سيمون. ممتاز. الايفنت هذا فيه فعاليات كثيرة مرة، منها سيرفر خاص تدخل انت واللي جنبك تتصافقون ليه ما تقولون بس، وثلاث رابحين يوميا، هي ثلاثة ايام البطولة. اللعب يكون سولو ودو وسكواد، وبرضه راح يكون فيه تحدي ومسابقة للكلانات، وبرضه بيكون فيه المشاهير، وبرضه بيكون فيه مسابقة الكوزبلاي. الشيء اللي انا اكثر شيء متحمس له ودي اشوفه ومتحمس اشوفه حقت الكلانات اللي بيكون فيها نظام اللعب سكرمش. شفت المقطع هذا؟ المقطع اللي بتشوفه الان هذا نفس اللي بيصير بالمعرض باذن الله، اللي ادري الناس اللي بتروح هناك ناس معرقه. وبرضه راح يكون في مسابقه رقصات فورتنايت. رقصه السوح يا شباب، رقصه السوح، تعال هناك في فلوس ممتازه. الجوائز توصل الى مبلغ 100,000 ريال، يعني سلام عليكم 100,000 ريال موجود، انا ان شاء الله بجي. ما خلصنا، تروح هناك كأنك شوف انت والله عندك الويكند هذا تبغى تلعب فورتنايت، بس والله يا اخي عندك مشكلة ما تبغى تلعب في البيت، تروح المعرض. ليش تروح المعرض؟ تلتد تاور موجودة هناك، فايكنز تعرفها شباب، فايكنز موجودة هناك، توميتو شباب موجودة برضو هناك. كيف موجودة؟ موجودة، بتروح موجودة توميتو. يعني يا عزيزي السوح اتنزل دستي في توميتو هناك، نشوفك ونقابلك برج الساعة حقتك يا شباب، الوعد هناك برج الساعة، كلنا مجتمعين هناك، اي سوح نضرب. مو بس فورتنايت فقط في المعرض، برضو في اشياء كثيرة، في فعاليات حية، في مشروبات ومأكولات من اذي الطيبات الندر في العالم العربي والاسلامي. كيف يا شباب؟ بالله اعرف ها اعرف ذا اسمه اوكي. وفي برضو العاب كرنفال ما ادري وش بس شكلها كويسة. عموما عشان طولنا الزبدة، المعرض راح يكون يوم بتاريخ 21-22-23 فبراير، يعني خميس جمعة سبت بإذن الله راح أكون متواجد هناك. بتنورونا جميعا. أي استفسار أي سؤال راح أحط لكم الروابط اللي تكونوا تستفسرون وتسألون عن المعرض أكثر وأكثر تحت في الديسكريبشن. رابط تشتري منه التذاكر برضو بحطه تحت، تشتري منه شوي شباب العرض الموضوع، أو تشتريها إذا بغيت تشتريها من أي فرع الفروع فيرجن تقدر تشتريها منه. بس أترككم مع المقطع، بتشوفون المعرقين الآن اللي راح تشوفونهم بإذن الله في الويكند الجاي. بالتوفيق في أمان الله. في مرة ما ماخذين هاي مرة. عمري يا أحمد الهاي. رواه. لا. عمري الهاي لأحمد. ابن كمل ابن قاعد ياخذ الهاي منك. ما عليك ما بيأخذ. يا خالد. ما نحشر أنا مرة ما نحشر. هاي عندي فوكسها محمد. شاير. ما عليك. اخش علي ب يا عمري زبده، خلينا نشوف ايش قاعد يصير هنا. اطلع من مخي حبيبي. الاي دي توك ذا ال يا قطعه. ترقص ما
ركب قطعة مسوي مجنون ما حط دماغه ما في احد بيسوي لكم ايديت ده سوى سوى بوش عليكم ما تسمعون بوش بوش مدير مستحيل اي اشوى في احد يسمع اللي يبغون موارد مستحيل 300 مستعد ندخل هذا واوريكم 250 300 ركت ركت سحب عليه ركت ولا جالس اشوف تويتر فريق ابني بعدين اشوف ادري انك مقفل رسايل دقيقة وحش وحش سوى بوش جردوا اللي هنا تأخروا دخول الزون في الزون الى الان مكانهم مرة قاعدين يمشون مع الزون صح جردوا من راسك زون بومب سارك لا ما تطلع مرة عالي كذا تجيب العيد ايوه يسارك كان يسارك واحد يمشي معه يسارك يسارك مين؟ هذا قويهم ولا مين؟ اوه خوي احا يعني شوف يموه على الناس على اساس اللي ضده يحسبونهم ضد بعض ليه وش بعد؟ والله التيم هذا اذا قال لك تيمي ليش تمشون خمسه مع بعض؟ خمسه يمشون مع بعض كفو اي هذه فائدتها الحين قدرك قصف عشوائي ليش تبني قدامه يا ميستري؟ تلقاه قال لي يا ميستري يا نوب اربعه وبقى ضدهم ثلاثه بقى واحد بقى واحد بقى واحد ماتوا ماتوا في الزون ماتوا في الزون ماتوا في الزون ماتوا في الزون جي جي بقى واحد هاي نو هاي بقى واحد بس فوق هاي شون بونج انت اخر اخر اعمالي وهمي اكبر من الليل جي جي ما اقدر اسوي شيء ما جي 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 هارد لك يا غبي اللي تحت ليش بتديقل سوقها اقسم بالله بالله تكفى محطه شو تكفى ايزي هيلث 40 قاعد يطير قدامك بالمظله بالرشاش طلقتين يموت كفو جي جي والله بغير الفوز في يده حرفيا بيفوز الفوز كان في يده ايزي جيم يعني قاعد يطير بمظله اطلق عليه طلقتين بام 60 حقك يموت والله بغيت يروح منه الفوز لو قلبت عليه يا جونك اقسم بالله تصير اسطوره مع انه خلاص ما عندك امل اصلا هلتك معفن وقاعد تطير قدامه اكره موقف ممكن يصير في اللعبه بس برضو يعني ترى الشغله فيها تمركز وحظ بعد فيها حظ كبير انك ما تفت ليزر اوه يزون الحين فلقني اذا عدى نص المسافه هذه بس 40 بالجيم 40 اي عدد كبير مره انا ودي على الناس عندهم هاي ابغى ناس ماخذين هاي الكام عليهم شوف كيف المنظر طياره يمديها ايش وضعك ايوه بس يا عمري يا عمري يا شيخ روح 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 لا تليزر بس عاد كلهم مين شوف شوف السكرين شوف المنظر شوف شوف المنظر والله يسعى عليكم والله يسعى عليك ايوه سلام عليك بس انت قلت ذكي 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 وضع 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 رهيب مكانه مرة مو متوقع بس اوه العالم قاعد تنتف والله الحين بدأ الحين بينقص عدد مرة العالم قاعد تنتف ايه والله الناس بدأت تموت الناس بدأت تموت قاسم مات ايوه فتحت فتحة موتك حرام شفت نفسك لا 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 والله غلط يفتحها فصول و شوف المنظر شوف المنظر شوف المنظر على الفصول يوووو والله باقي 25 باقي مرة شوف الزون شوف الزون لا حرام عليك الزون شفت هذا الغلط هذا الغلط الواحد يركز بس على الكلز ما يركز على الفوز هذا سعد راعي سندري كان سعد
يو 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 يا لكشن يو يو البنايات يو حلو مواجهة والله مرة حلوة بالصور. اوه خش 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 حوي عليك خرز ورعب يا ساتر. تريزر 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 بيذبح سعد بيذبح سعد. يا اخي انا لاحظ انهم يبون يذبحون يبون يسحبون الكام مدري ايش يبون يسوون. اتركوا بعض. سعد مات والله في واحد معاه سنتريجان وزومبي باور سفكس مات والله تو لقم يا جي جي ابو فايز حلو اصبع مد واللي بالهاي الهاي صدقني ان اوتلو لعبه 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 اوتلو لعبه فوق دايم ميري ميري يا عيني طلع الخلاط طلع الخلاط اربعه لا مات مات والله جي 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 باقي باقي فصول باقي فصول بس دمه دمه والله يمدي معاه مدين لو يلعب على اصغر زون يمدي بالراحة كفل بس كفل كفل بس الزون صع عليك والله صع عليك الحين مدك لو يمدي مد لا 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 يا عمري يا عمري يا عمري زون زون يوهو هذا هو انشد يا عمري يا شيخ زون زون تكفل زون الوضع 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 اكشن خلصت موارده الزوم قاعد يوقف الان الله يعينهم ما يقدر يمدك هذا اللي يقبل يطيح ولا ما اقدر انكب 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 الزون الزون غلط 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 ما يقدر يمدك ما يقدر يمدك خلاص قسم بالله غلط اللي سويته هو الزون ما راح يوقف اصلا فهمت ما يقدر الان الان ما يمدي مره اللي فوق ناس بعد ها ضربك طقعه لا 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 دي 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 اوت لو يا عمري يا كبير سقع مد سقع مد والله يمدي والله يمدي موردة حلوة موردة والله مرة حلوة صار جيمك يا اوت جيمك 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 يا عمري يا اوت يا عمري يا في احد هاي في احد هاي عليه خذ اثنين يا عمري اخذ اخذ المكان كويس اخذ المكان كويس لا ضاعت انت الزومبي يا سلام عليك ادت ما مع ديقل لا ضيعها اللي دمج الثاني الحين اصغر زون اصغر زون اصغر زون اصغر زون الواحد يلعب خلاص 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 بس يدمج تكفى يدمج تكفى اصغر زون اصغر زون اصغر زون يمدي يمدي هذا يمدي يا عمري يا عمري ملي ملي ملي